السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، يلا بينا سنة رابعة النهاردة في درس جديد مع بعض في الوحدة السابعة، وهو الدرس السابع بعنوان الأنماط في عملية القسمة. هنتعلم مع بعض النهاردة استراتيجية حلوة جدا نقدر ان احنا نعمل بيها عملية القسمة بكل سهولة جدا باستخدام كده مسائل مساعدة بسيطة جدا، ومن خلالها هنتعلم يعني ايه الأنماط في عملية القسمة. طيب تعالوا كده نشوف هنا عندنا بيقول لنا ايه في الكتاب. عندنا هنا سنة رابعة بيقول لنا قسمة مضاعفات العدد 10 على عدد مكون من رقم 1. هنتعلم ازاي نقسم مضاعفات العدد 10 على عدد مكون من رقم 1 باستخدام الايه؟ باستخدام الأنماط، وهنشوفها في حالتين، هنشوفها في حالة الضرب وكمان هنشوفها في حالة القسمة. زي ما احنا عارفين طبعا يا سنة رابعة ان الضرب والقسمة هما عمليتان عكسيتان. يعني ايه؟ يعني الضرب هو عكس القسمة والقسمة هي عكس الايه؟ الضرب. طيب يعني مثلا هنا لما يقول لي 6 على 2، طبعا 6 على 2 سهلة جدا، انا عارفة ان اللي ينضرب في 2 يديني 6، طبعا 3، 6 على 2 بتساوي 3. طيب لو انا بقى بدأت نجيب مضاعفات العدد 10، يعني ايه مضاعفات العدد 10؟ يعني عندي هنا الستة دي لو انا خليتها 60 والستين دي قسمتها على الاتنين، في الحالة دي الناتج هيبقى ايه؟ هنستخدم المسألة المساعدة الاساسية اللي معانا دي كده يا سنة رابعة، وهنقول ايه؟ هنقول ايوة انا عارفة ان ستة على الاتنين فيها التلاتة، يبقى على طول 60 على الاتنين هنحط التلاتة برضو، بس زي ما انا زودت هنا صفر الناتج برضو هيزيد عندي صفر، يعني الصفر ده هينتقل معايا بس للناتج، ونقسم ساعتها 6 على 2 فيها التلاتة، يبقى 60 على 2 فيها التلاتين. طيب تعالى اقول لك بقى، طب الستين دي لو احنا خليناها 600 ايه اللي يحصل؟ برضو نفس الطريقة، الصفرين اللي هنا هينزلوا في الناتج زي ما هما، ونقسم 6 على 2 فيها التلاتة، يبقى 600 على 2 فيها 300. طيب جميل. طيب يا ميس هدير لو 600 دي لقيتها عندي 6000 نعمل ايه؟ نفس الطريقة يا سنة رابعة، هناخد التلات اصفار اللي عندنا ونحطهم عندنا هنا في الناتج، ونقسم برضو 6 على 2 بيساوي 3، يبقى الناتج عندنا هنا ايه؟ يبقى الناتج عندنا 3000. حلو جدا. طيب ده بالنسبة لعملية القسمة. طب تعالوا كده نشوف مع بعض في عملية الضرب، نفس الطريقة هي برضو في مضاعفات العدد 10. يعني مثلا عندنا هنا لو قال لي 2 في 3، انا عارفة ان 2 في 3 ب6، يبقى احنا زي ما قلنا ان 6 على 2 فيها التلاتة، فبرضو 2 في 3 بايه؟ ب6. طيب عندنا هنا زي ما قلنا هنا 60 على 2 بتساوي 30، في الحالة دي برضو هنقول ان 2 في 30 هتساوي 60، برضو في الضرب هنعمل ايه؟ برضو في الضرب الصفر ده هيطلع برة، و 2 في 3 ب6 هتبقى ب60. وزي ما قلنا هنا 600 على 2 فيها 300، برضو كذلك هتبقى 2 في 300 بايه؟ ب600. برضو هننزل الصفرين دول زي ما هما ونقول 2 في 3 ب6. وزي ما قلنا هنا 6000 على 2 بتساوي 3000، يبقى برضو عندنا 2 في 3000 بتساوي ايه؟ بتساوي 6000، برضو التلات اصفار هينزلوا عندي هنا، و2 في 3 ب6. وعشان كده قلت لكم ان عمليه الضرب والقسمه عمليتان ايه؟ عكسيتان بالصوره دي اللي انتوا شايفينها دي، تمام كده؟ طب يلا بينا نحل تمرين عشان نتاكد من فهمنا للاستراتيجيه دي. بيقول لنا هنا سنة رابعة اكمل الجدول كما بالمثال. بيقول لي هنا 900 على التلاتة دي مسألة القسمة. طب انا عندي حاجة اسمها المسألة المساعدة. ايه المسألة المساعدة دي؟ هي المسألة اللي هي الاصلية قبل المضاعفات، يعني قبل مضاعفات العشرة. يعني بمعنى اصح كده نشيل الاصفار اللي عندي دي وناخد الاول 9 على التلاتة. طيب 9 على التلاتة بتساوي ايه؟ بتساوي 3. طب انا عندي هنا صفرين. حلو، عندي هنا صفرين في التسعة يبقى عندي 900. طب خارج القسمة في الحالة دي هيبقى ايه بقى؟ هيبقى طبعا 300، بدل التلاتة هنزود لها برضو هي كمان صفرين هتبقى 300. طب تعالوا نوضح الكلام ده اكتر هنا. لما يقول لي 40 على الاتنين، دلوقتي احنا هنشيل الاصفار اللي عندنا وهنقول ان المسألة المساعدة اللي عندنا هي 4 على الاتنين. طبعا 4 على 2 سهلة بالنسبة لنا، ايه اللي ينضرب في 2 يدينا 4؟ طبعا 2. طيب حلو، دي دلوقتي 2. طب انا عايزة 40 على 2، يعني انا هنا زودت صفر على الاربعة دي، يبقى برضو الناتج عندي هنا هيزيد صفر، بدل الاتنين هنا هتبقى 20. تمام. طب بيقول لي هنا 8000 على 4، هناخد هنا الاساسية اللي معنا من غير اصفار اللي هي 8، هنقول هنا 8 على 4 دي المسألة المساعدة اللي عندنا، طبعا 8 على 4 فيها الاتنين. طيب حلو، دلوقتي الناتج 2 هنا، طب المسألة فيها ايه كمان؟ فيها 3 أصفار، يبقى الناتج كمان هيبقى فيه 3 أصفار، يعني هيبقى 2000. طب بيقول لي هنا 1000 على الاتنين، عندنا هنا 1000 على الاتنين يعني ايه؟ يعني عندي هنا هناخد ايه دلوقتي بقى؟ بص معايا بقى كده، مش هينفع ناخد واحد،
صح، لان الواحد لا يقبل القسم مع الاتنين. امال ناخد ايه؟ ناخد دلوقتي 10، يبقى المسألة المساعدة عندي 10 على الاتنين بتساوي طبعا 5، عشان 5 في 2 ب10. طيب دلوقتي انا خدت 10 هنا، فتبقى لي هنا ايه كمان؟ 0، يبقى انا هناخد 5 وقدامها 0، يبقى 500. تمام، عندي هنا 16000 على 8، عندي هنا هتبقى 16 على 8، احنا خلاص فهمنا بقى. يبقى عندنا هنا فيها الاتنين، عشان 2 في 8 ب16، عندي هنا السؤال فيه 3 أصفار 16000، يبقى طبعا الناتج هيبقى هنزود له 3 أصفار هيبقى 2000. اخر واحدة معانا 250000 على 5، هناخد عندنا هنا 25 على 5، طالما بتقبل القسمة يبقى 25 على 5 بتساوي ايه؟ اللي ينضرب في 5 يديني 25. طبعا احنا عارفين ان 5 في 5 ب5 وايه؟ و20. دلوقتي الخمسة دي هتتحط عندنا في الناتج هنا ايه؟ بشكل رسمي اللي هو خارج القسمة. عندي هنا بقى كام صفر دلوقتي؟ عندي 4، يبقى هنزود هنا ايه؟ 4 أصفار برضو، هيبقى الناتج عندي 50000. طيب يا سنه 4، تعالوا نشوف مساله واحده كده لفظيه عشان نتاكد برضو من فهمنا للدرس. بيقول لنا هنا ايه؟ بيقول لنا وزع صاحب شركه 18000 جنيه على 6 من الموظفين بالتساوي نصيبهم من الارباح، فكم نصيب كل منهم من الارباح؟ دلوقتي احنا عايزين نعرف نصيب كل واحد منهم. بصوا يا سنه 4، اول ما يجيب لك في المساله كلمه وزع او كلمه بالتساوي، اعرف على طول ان الاجابه على السؤال ده هتبقى بعمليه القسمه. تمام كده؟ طيب يبقى احنا كده عايزين نعرف ايه؟ عايزين نعرف نصيب كل موظف من الموظفين من 18000 جنيه، وهم 6 موظفين، يبقى احنا هنقول هنا نصيب كل موظف هيساوي ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي بقى هنقسم 18000 على 6، هو بالصورة دي كده هيبقى 18000 على 6 ونقول له بيساوي. في الحالة دي طبعا احنا عارفين ان 18 على 6 فيها الايه؟ فيها التلاتة. عندي هنا 3 أصفار يا سنة 4، نعمل فيهم ايه؟ نزلهم زي ما هما، يبقى 3000 ايه؟ يبقى 3000 جنيها، يبقى عندنا نصيب كل موظف 3000 جنيها. تمام كده؟ وبكده يا سنة 4 نكون احنا خلصنا درسنا النهاردة، وهو الدرس بعنوان الأنماط في عملية القسمة. فهمنا مع بعض ازاي نستخدم مضاعفات العدد 10 في عملية القسمة، وازاي نحلها بسهولة جدا باننا نطلع الأصفار برة ونقسم الأعداد الأساسية اللي عندي بكل سهولة وبكل بساطة. استنوني بقى في الفيديوهات الجاية ان شاء الله نكمل منهج الرياضيات مع بعض على خير. وكانت معكم ميس هدير بهنسي من قناة بديل للدرس.